اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول متابعه مؤشرات الاداء المالي للموازنه العامه. حيث استعرض السيد وزير الماليه الجهود الجاريه لتحقيق مستهدفات الموازنه خاصه الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الازمه العالميه الحاليه. بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الاداء ورفع كفاءه تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنه العامه وتخفيض العجز الكلي للموازنه مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنمويه والخدميه ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصله دعم برامج الحمايه الاجتماعيه في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من خمسة ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية أخذا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين وقد شدد السيد الرئيس على ان الهدف الاساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدوله هو تحسين احوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دوله قادره على توفير جوده حياه لائقه وكريمه بشكل مستدام لجميع مواطنيها